سيدات السادة الوزراء، سيد ولي بنك المغرب، سيد ولي جهة الرباط، سادة القنيطرة، سيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، سيد رئيس النيابة، السيدات والسادة رؤساء الفيدراليات، حضرات السيدات والسادة، بداية يطيب لي أن أرحب بضيوفنا الكرام من القطاعين الخاص والعام في هذا اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال. حضوركم لي اليوم لأشغال هذا اللقاء هو تأكيد للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحسين مناخ الأعمال في تنمية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني. ذلك أن تحسين مناخ الأعمال يعد محوراً استراتيجياً للسياسات العمومية الوطنية، قوامه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حضرة السيدة والسادة، يأتي هذا اللقاء في سياق غير مسبوق، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي الأوكراني وضع الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنياً بفعل انعكاسات سلبية للجفاف على النشاط الفلاحي. وعلى الرغم من هذا السياق الصعب، فقد أظهر المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله صموداً لان استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وقد حرصت الحكومة منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولة الوطنية في هذه الضفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار ديال الدرهم في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغار والمتوسطة. كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات كتهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية. وفتحت الحكومة بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء لصالح الشعوب الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، كما عملت على تسريع تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقاً من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي والجهد العالي جداً والجهد العالي والجهد المتوسط. ومن جهة أخرى، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاورة في البحر الأبيض المتوسط هناك زيادة ديال 91% وأخرى ديال 55%. كما عبأت الحكومة موارد مالية هامة وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022 بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل ودعم استيراد القمح والغاز والسكر. كل هذه التدابير وغيرها مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار ديال الدرهم من ميزانية الدولة كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر تضخم كالتراوح بين 10 و11% بدلا من 6.6% التي نسجلها الآن. وبالموازاة مع ذلك، اتخذت الحكومة قرارا شجاعا
تمثل في الحفاظ على مستوى المجهول الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار ديال الدرهم سنة 2022 بزيادة قدرها 16 مليار ديال الدرهم مقارنة بعام 2021 وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت تقريبا هذا لوطو دي ميسيون بلغت 85%. وقد ساهم هذا المجهود الميزانياتي في إنعاش الدورة الاقتصادية كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية التي ارتفعت بنسبة 20% فيما تم سنة 2022 وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21% ليبلغ تقريبا 38 مليار ديال الدرهم. وفي هذا السياق حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3% سنة 2022 وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية. وكتعرفوا بأنه سنة الجفاف أسوأ ديال اللي عرف المغرب خلال 30 سنة. وفي هذا السياق حقق الاقتصاد وكتعتزم الحكومة مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023 مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار ديال الدرهم وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو. حضرة السيدة والسادة، يأتي خلق فرص الشغل في صميم اهتمامات الحكومة مما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة. تراجع معدل البطالة سنة 2022 رغم صعوبة السياق، إذ انخفض معدل البطالة من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022، وبلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022 ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021 والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية إلى 3.6% سنة 2022 وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2021 والذي بلغ 3.1%. وهذا يتمثل طموحنا سنة 2023 في الرفع من مناصب الشغل المحدثة، وهو طموح يسانده انتعاش الأنشطة الغير الفلاحية من جهة وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة من جهة أخرى. وإدراكا من الحكومة بالدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، فقد جعلت الحكومة من مؤسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها. وبالفعل فقد شهدت سنة 2022 سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي أسفرت في توقيع اتفاق وطني تاريخي في 30 أبريل 2022 والذي منح مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة ومكن في ظل سياق صعب من دعم القوى الشرائية للأجراء في القطاعين العام والخاص. وتعد أرضية الحوار هذه أساسا لتحسين المنظومة القانونية المنظمة للشغل، إذ تعتزم الحكومة في هذا الإطار وبالتشاور مع شركائنا الاجتماعيين العمل على إصلاح مدونة الشغل وإصدار النصوص التشريعية المنظمة لحق الإضراب وكذا النصوص التشريعية المنظمة للهيئات النقابية إلى ريفورم دو لا روتريت. حضرات السيدات والسادة، لقد أضحى من الضروري اليوم وأكثر من أي وقت مضى توسيع الآفاق لمبادرة القطاع الخاص بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام في هذا الصدد، فإن الحكومة مصممة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني من خلال عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار والخاص العام والخاص للوصول إلى ثلثي الاستثمار الخاص وثلث في الاستثمار العام بحلول عام 2035. وفي هذا الإطار فقد تعبأت الحكومة منذ بداية ولايتها لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار
وسيمكن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد من تقليص الفوارق بين عمالات وإقالة المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح مخطط لبعد منح عفوا ذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، وتنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026. حرصت الحكومة على إشراك القطاع الخاص والعام والقطاع البنكي من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار. ومن أجل دعم النموذج الاستثماري الوطني، شرعت الحكومة أيضا منذ بداية ولايتها في تسريع العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فعل الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي وتعبئة العقار وتفعيل لا تمركز الإداري وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء وغيرها من الأوراش. وبهدف دعم إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، شرعت الحكومة في إصلاح جبائي هام قصد ضمان مقرونية وشفافية وعدالة النظام الجبائي، حيث تم اعتماد إجراء رئيسي يتمثل في التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%. وبالموازاة مع هذا المجهود الميزانيتي، وفي هذا السياق الصعب انخرطت الشركات الوطنية الكبرى بنفس تضامني في الإصلاح المتعلق بمراجعة الضريبة تدريجيا ليصل معدل الضريبة للشركات إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تزيد عن 100 مليون ريال درهم، و 40% بالنسبة للمؤسسات الانتمائية وشركات التأمين. ويبقى هذا الورش مفتوحا لننصت بإمعان للمرافعات الواردة بهذا الخصوص. حضرة السيدة السادة، لقد تخطت بلادنا مرحلة تاريخية جديدة تمثلت في الخروج من مسلسل المراقبة المعززة لمجموعة العمل القافي، والذي قررته بالإجماع هذه المؤسسة الدولية في فبراير الماضي، ويعكس هذا القرار وفاء المغرب التام بالتزامته وكذا فعالية وشفافية نموذجه فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وبذلك صار المغرب يتمتع بموقع مميز من شأنه الرفع من جاذبيته الدولية كقطب استثماري واعد في القارة الإفريقية. هذا الإنجاز الذي يؤشر اليوم على سلامة نظامنا المالي الوطني يجعلنا نستشرف آفاق مميزة لتحسين ظروف التمويل الخارجي، حيث توفقت بلادنا في جذب المستثمرين الدوليين بكثافة أثناء طرحها بداية شهر مارس لخطة استدانتها الخارجية، إذ تتمتع بلادنا بمكانة مميزة إزاء المانحين الأجانب يعززها استقرارها السياسي والمالي وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية. وفي إشارة هامة إلى صلابة السياسة الاقتصادية الوطنية، أعرب صندوق النقد الدولي مؤخراً في شخص مديرته العامة عن نيته اقتراح الموافقة على منح خط الائتمان المرن لفائدة المملكة المغربية، وهو مؤشر آخر على الثقة والدعم التي تتمتع بها بلادنا لدى المانحين الدوليين. بالموازاة مع ذلك، تضاعف الدولة مجهوداتها للمساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة، وفي هذا الصدد تم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بهدف تسريع الانتعاش
الاقتصادي للبلاد من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الوطنية والإقليمية الكبرى، مع تمكين الشركاء الخواص المحليين والأجانب من إمكانيات الاستثمار في إطار آلية تجمع بين القطاعين العام والخاص. حضرات السيدات والسادة، بفضل جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا التي مكنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال الذي أطلق عليه اسم بيئة محفزة للأعمال، وهي فرصة للفاعلين ببلادنا من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للتعبئة من أجل التأكيد على التحسن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا. واستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، شرعت الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق 2026، وكتماشى الخارطة ديال الطريق هذه مع التوجهات الملكية السامية والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولة المغرب، وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية. وأن خارطة الطريق هذه المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010، وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 ديال الرافعات الأساسية تضم 13 مشروع هيكليا بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية. تحدد الركيزة الأولى كهدف محوري لها تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله بغض النظر عن حجم المقاولات. والركيزة الثانية هي تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. والركيزة التالية كتهدف إلى نشر ثقافة مقاولتية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا. وأخيراً، وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، تم اعتماد بعد الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد كركيزة رابعة أفقية داعمة للركائز الثلاثة الأولى. حضرات السيدة والسادة، إن تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية قطاع الأعمال في بلادنا. وتطمح بلادنا كدولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، إلا أن تصبح قطباً جهوياً للإنتاج والتصدير انسجاماً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله. إلا أن تحقيق ديال هذا الطموح لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص الذي نطمح أن يلعب دوراً قيادياً لتحقيق هذه الغايات. لذلك فإني أدعو بشكل خاص شركاءنا الاقتصاديين المستثمرين والوطنيين والأجانب للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا وفقا لرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله. والسلام عليكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.